الله معكم إذا كنا متفقين أن الحياة ما ممكن تنوهب إلا من خلال المرأة فإذا الأكيد أنه ما في خلاف على أن المرأة هي مستقبل العيلة والمرأة هي غد الأوطان انطلاقا من هالأمر رح نكون بسلسلة حلقات بتضوي على حقوق المرأة المهدورة حتى اليوم مش من باب النق إنما من زاوية السعي إلى القضاء على كل أشكال التمييز بحق نصف المجتمع والشريك الأساسي ببناء الأوطان المرأة غد الأوطان برنامج منبتدي بحلقته الأولى مع المحامية بالقانون الدولي باتريسيا الياس، ناشطة اجتماعية بمجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية ورح نتطرق اليوم للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة أهلا وسهلا فيك بالبداية أستاذة باتريسيا أهلا وسهلا لأنه أول شيء رح نكون بسلسلة حلقات معك المرأة غد الأوطان ان الله راد رح نتطرق لكثير مواضيع اليوم الاتفاقيه الدوليه لحقوق المراه على شو بتنص فعليا وين لبنان منها وايمتى أبرما. آه شكرا لفين، شكرا لمريم تيفي لاستضافتي وحقيقه انا حبيت انه آه نبلش هالحلقات بوضع الاطار القانوني آه للمراه، والاطار القانوني مثل ما بتعرفي بيجي من الاتفاقيات الدوليه يلي الامم المتحده اصدرتها لحقوق الانسان. <applause> مثل ما منعرف كل انسان عنده ميزه عشان هيك في عده اتفاقيات، في اتفاقيه دوليه لحقوق الرجل الانسان عاده اتفاقيه دوليه لحقوق الانسان، وفي اتفاقيه لحقوق الطفل لانه كمان عنده انه ميزه للطفل، وفي اتفاقيه خصوصية بحقوق المراه اسمها السيداو. وبالعربي يعني اسمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اسمها أدمنه طويل أنا دائما بختصره يعني بالإنجليزي هي اسمها سيداو <applause> <applause> uh, Convention on the Elimination of All Sorts of Discrimination Against Women <applause> <applause> إنه فقرة بحد ذاتها عشان هيك أنا بسميها الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة <applause> uh, وهيدي الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتميز فيها المرأة لأنه اتفاقية حقوق الإنسان كانت كتير عامة ما أخذت الخصوصيات للمرأة أو للطفل وعشان هيك أنت بتشوفي أنه الأمم المتحدة كرسوا اتفاقية لكل يعني لكل الأوضاع لكل الأشكال لكل التمييز بالعالم هالاتفاقية وضعت بال 1979 يعني منذ ال40 سنة، هلا صرنا 41 سنة آه وكمان لبنان ابرمها يعني مضي عليها آه لبنان بعد 10 سنين من انه آه من صدورها بال 1989 يعني اليوم لبنان له 30 سنة، 31 آه هلا صارت مضي على اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه مضى على الاتفاقيه لكنه عمل كيف يقولوا تحفظ على بندين بندين اساسيين هن بند الجنسيه وهو الماده التاسعه الفقره 2 وعلى بند الاحوال الشخصيه يلي هو الماده 16 فقره واحد أه سي دي اف جي بنرجع أه نحكي عنهم بعدين للاسف الشديد يعني انه بالاحوال الشخصيه يعني زواج طلاق ارث والجنسيه تحفظ عليهم <applause> لبنان هالاتفاقيه ابرم عليها يعني مضيها مضيها اكثر من على المظبوط بدي اقول 1900 باردون 189 بلد 189 بلد مضيوا وابرموا هذه الاتفاقيه مما يجعل منها مثل ما يقال برانسيب يونيفرسال يعني اساس دولي مثل حقوق الانسان لا تقتل لا تسرق صارت اساس دولي ما فينا نغض النظر عنه مثل الوصايا يعني ابدا هيدا شيء يعني صار بالعالم كله متفق عليه وكان بدي اقول انه للاسف تومسون رويترز صنفت لبنان بالمركز 16 على 22 بحقوق المرأة بالبلدان العربية م. نحن يعني بأواخر التصنيف بحقوق المرأة بلبنان للأسف الشديد ورح منشوف شوي وشوي ليه نحن بهالمركز هلا هالاتفاقية أنا بلاقي أنه كتير مهم أنه نقرأ بنودها لحتى نعرف عن شو هي بتحكي اكيد ما رح اقرا كل شيء بس رح اقرا البنود م. الاساسيه اللي هن اول اول سبعه والبن 16 اللي تحفظ عليه لبنان التسعه نعم. وال16 اللي تحفظ عليهم لبنان اول بند هو اغراض الاتفاقيه اغراض الاتفاقيه بتقول الاغراض اغراض هذه الاتفاقيه يعني مصطلح التمييز ضد المراه اي تفرقه او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالاتها الزوجية هيدي بتحط الإطار عن شو هني الاغراض اغراض الاتفاقيه وشو معنى التمييز ضد المراه. بالماده الثانيه بيجينا واجبات الدوله واولتهم تجسيد مبادئ المساواه بين الرجل والمراه في دستير في دساتير الدول الوطنيه وتشريعاتها اذا لم يكن هذا المبدا قد ادمج فيها حتى الان. يعني بتطلب من الدول انه يدمجوا ويلغوا التمييز بين المراه والرجل في الدساتير وفي القوانين الداخليه. هذا البند ما تحفظ عليه لبنان. لكن بدستورنا بيقولوا في مساواه بين جميع المواطنين بس ما قالوا بين المراه والرجل. وهذا شيء كتير مهم. يعني من, من الاول نحنا ما 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 لبينا الطلب وما كنا آه عم نتجاوب مع الاتفاقيه اللي ابرمناها. فقره ب اتخاذ المناسب من التدابير التشريعيه وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الامر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المراه. اقرار الحمايه القانونيه لحقوق المراه، الامتناع عن الاطلاع باي عمل عمل او ممارسه تمييزيه ضد المراه يعني آه وكمان اتخاذ كل التدابير اللازمه بالقضاء لحتى ما لا الغاء التمييز ضد المراه. طيب بس اذا عم نحكي نحن عن اتفاقيه موقع عليها لبنان ولبنان مش ملتزم حتى بدستوره بانه يطبق الاساس تبعي اللي هو انه ما يكون في تمييز بحق اي من الرجل او المراه ويكون في مساواه بيناتهم. من يسائل لبنان؟ من يسائل الدولة التي لا تلتزم بأي اتفاقية هي مو عليها؟ أه سؤال وجيه وحقيقة إنه أه الأمم المتحدة وخاصة للسيداو في لجنة بتلاحق أه كل بلد شو عم بيصير ووين صار بالتوصيات وبتعطي توصيات للبنان وبتضلها تلاحق وكل أربع سنين الدولة اللبنانية حكومة الدولة اللبنانية بتجاوب على التوصيات بشو عملت لحتى تتقدم فيها <applause> وكمان المجتمع المدني ومنهم جمعيتي اللي هي اسمها غدا لبنان افنير ليبون الفرنسي بتعطي تقرير ظل الدوله اللبنانيه الحكومه اللبنانيه بتعطي التقرير الرسمي ونحن كجمعيات مدنيه بنعطي تقرير الظل يلي بيقول شو هو الحقيقه يعني على الارض وبنتلاقى مع لجنه السيداو وحقيقه انه الجمعيات المدنيه عندنا لقاء مع هاللجنه لقاء سري قبل ما نكون نحن بنفس الصاله القاعه مع الحكومه مع الحكومات وهي بتصير بكل بلدان العالم مش انه خاصه للبنان بس اللقاء لا هو لا هو بيكون بس بين بين المجتمع المدني واللجنه لحتى نقول كل الامور يلي ممكن ما نقدر نقولها امام الحكومه اللبنانيه وشو هو شو هن الاولويات تبعنا هلا بلبنان فينا نقولهم قدام الحكومه لانه ما في شيء يعني ما في حكومه قصريه او صحيح. بس بغير بلدان مثل روسيا او غير بلدان المجتمع المدني ما بيقدر يحكي قدام الحكومه بقى هل هاللقاء بيكون كثير ضروري له تيعطى اولوياته يلي يمكن ما يقدر يقولها قدام الحكومه وقت بيصيروا بعدين بيكون عندنا اجتماع هن هل هالاجتماعات بتصير على مدى ثلاث اربع ايام بجنيف على يعني بالامم المتحده بجنيف ومنكون كلنا بالصالة الكبيرة اللي بتعرفيها دايما بتبين سهل. على شاشات التلفزيون بيكون في الحكومات بيكون في ممثلين عن الحكومات بيكون في لجان السداو وبيكون في لجنة السداو وبيكون في المجتمع المدني كمان وبيكون في كتير ممثلين عن الحكومات بهمهم شو عم بيصير تصليحات بهالبلدان كمان والحكومة اللبنانية بتعرض شو هي كيف تجاوبت على التوصيات اللي إياها عطيتها إياها لجنة السداو والمجتمع المدني بيطالب بشو هن الأشياء اللي بيريد إنه إنه الحكومة اللبنانية إنه تغيرها وبعد ذلك من بعد مدة لجنة السداو بتدرس كل هالتقارير وبتصدر توصيات لإلا مجبور مجبورين الحكومات انه يعني يشتغلوا عليها وانه يغيروا بموجبها طيب بدي اعطيك بس 30 سنه يعني تقارير رايحه تقارير جايه ان كانت سريه وان كانت بالظل وان كانت رسميه ما تغير شيء بواقع المراه بلبنان بدي عم بيتغير بس ببطء آه ببطء آه مؤسف جدا آه اول ما بلشنا اذا بدك اول ما رحت على الجامعه انا تادرس القوانين تادرس يعني المحاماه باول ساعه بتقرا لنا آه يعني رئيسة الجامعة يلي كانت الله يرحمها سيدة كل القوانين المشحفة بحق المرأة وأنا وقتها كان عمري 17 سنة وحسيت أنه أنا علي غيرها بس أنا ذاك كانت المرأة بلبنان ما بحق لها تفتح تجارة بدون إذن خطي من زوجها ما بحق لها تسافر بدون إذن خطي من زوجها تأملي لأي درجة أنه كنا أه بلد مشحف. رجعي مه. ومشحف بحق بحق النساء هالبندين تغير اليوم وهدول البندين ما كانوا من زمان يعني كانوا بالسبعينات باول الثمانينات مه. بقى شيء مؤسف بس غيرنا هالبندين في كم بند بعد تغير كمان بس صحيح انه التغيير عنا بلبنان عم بيكون كتير بطيء والمثل الاعلى اليوم هو تونس واصلاحات تونس بحق المراه تونس اوصت بدستورها انه المساواة التامة بين الرجل والمرأة بالدستور وحطت طالبت بالدستور صار في مادة بدستورها بتقول المناصفة خمسين خمسين بين المرأة والرجل بكل مواقع القرار وبكل مراكز القرار إن كان تعيين أو انتخاب وفرنسا عندها نفس الدستور وعندها نفس القوانين وعقبال لبنان بهال بهالمجال ان شاء الله بعد في شيء بدك تزيدي اكيد بدي اقول عن الحقوق الاساسيه الماده تلاتة حكيت عن الحقوق الاساسيه يعني بيناتهم الميادين السياسيه والاجتماعيه الماده الرابعه بتت... بتتقرب من الكوتا بتقول لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصه مؤقته تستهدف التس... التعجيل بالمساواه الفعليه بين الرجل والمراه تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية يعني أنت مثلا الكوتا يلي كتير نحكى عنه وقت اللي بتعطي بتقولي بدنا نعطي كوتا 30% للمرأة بتعملي قانون بهال بهالصدد ما اسمه تمييز يعني أنت بس عم تعطي تمييز إيجابي لمدة فترة زمنية لحتى تقدر تساوي الرجل بالمرأة ما تنسي أنه الرجل له سبعين سنة له مئات سنين نازل ب... بالمجال السياسي يعني عنده اذا بدك مقدم على المراه كثير كثير تقدم لانه إلو زمان عم يشتغل بالمجال المراه جديده بهالمجال ما فيك تحطيها على على نفس رجل المساواة بين المراه والرجل انه يلا فوتوا انتم اثنيناتكم رح تطلعوا بنفس النتيجه لازم تعطيها شيء تمييزي تتبلش وبعدين وقت بتصير في مساواه بيناتهم بترجعي بتقيمي هالتمييز وبصيروا على قيد المساواة. المادة خمسة بتحكي عن حق الأمومة لأنه هيدا ما إجا باتفاقية حقوق الإنسان. المادة سبعة بتحكي بترجع عن الكوتا يعني بتقول تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد. نحن للأسف بلبنان أنت بتعرفي أنه قبل الانتخابات النيابية الأخيرة عملنا تجمع لاكثر من 200 جمعيه نسائيه تعنى بشؤون المرأه تحت رايه هيئه, هيئة المرأه بلبنان لحتى نطالب بهالكوتا وللاسف ما كان في يعني رحنا شفنا رئيس الوزراء رحنا شفنا رئيس النواب كلهم وعدوا لكن لم يو... لم يوفوا لكن كان عندنا نتيجه انه بكل اللوايح اللي نزلت على الانتخابات كان في امراه هلا للاسف ما عاد صوت التفضيلي لكن كان في مرأة لاول مره بلبنان وكذلك طلع عنا اربع وزيرات وان شاء الله بالانتخابات الثانيه وبالحكومه الجايه نشوف تقدم اكثر بعدين عندك الماده 8 بتحكي كمان انه لازم اعطاء المراه تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدوليه عندنا بلبنان في عنا كم سيده بيمثلوا بالخارج بس اكيد بدنا يكون في مناصفه ونوصل على الماده تسعة يلي هي بتحكي يلي تحفظ عليها لبنان اللي بتحكي عن الجنسيه هو تحفظ مش كل الماده تسعة تحفظ على البند اثنين يلي بيقول تمنح الدول الاطراف المراه حقا مساويا بالحق بحق الرجل فيما يتعلق بجنسيه اطفالها وهيدا رح نحكي فيه بحلقه بعدين لوحدها أه هل بلش يضيق الوقت، إذا بدنا نوصل للمادة الثانية يلي كمان تحفظ عليها لبنان يلي هي المادة, المادة 16 <applause> اللي يلي بتحكي عن الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية، تحفظ فيها على البند يعني بالبند واحد على المادة جين يعني أن يكون للمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعقد فس وعند فسخه <applause> تحفظ على المادة جين بتقول نفس الحقوق والمسؤوليات آه هيدا هو بردون والمادة ديل دال بتقول نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة آه المادة واو بتقول نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالأولويات والقوامة والوصاية على الأطفال والمادة زاد زي زي زين بتقول نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة وهيدا اسف شديد يعني لنا بلبنان انه ما يكون المراه والرجل عندهم نفس الحقوق بخصوص الجنسيه وبخصوص الاحوال الشخصيه الاحوال الشخصيه للاسف الشديد وعم نشتغل عليهم لحتى يصير في يعني نحن كمجتمع مدني كجمعيات لحقوق المراه آه بدي اقول انه بتونس آه عاد يعني المراه صارت تقدر تعطي جنسيتها لاطفالها يلي هو بلد عربي آه شقيق يعني للبنان آه وبدي اقول كمان للاسف انه ما في الا 27 دوله بالعالم بعد المراه ما فيها تعطي جنسيتها لاطفالها منو لبنان صح <applause> وكمان نحن بنقول الحلول هي المطالبه بقانون آه احوال شخصيه يكون نفسه بكل لبنان لكل الطوائف لكل انسان وانسانه بلبنان لحتى يكون عندنا كلنا نفس الحقوق بكل المجالات مثل ما في بكل الدول الراقيه بالعالم تنختم بسريعا قديش مهم انه المراه تطلع على هيدي الاتفاقيه لحتى تكون عم تمشي على وعي اذا بدها تطالب بحق من حقوقها شكرا انا نسيت اضيف هالشغله انه الاتفاقيه دولي حقوق المراه إلى قوة دستورية بلبنان وأتت بمقدمة الدستور اللبناني أنه كل الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل لبنان اتفاقيات الأمم المتحدة م. يلي لبنان هو عضو مؤسس بها إلى قوة دستورية في لبنان يعني بالمحاكم اللبنانية عندما تكون في حاجة فينا أنه نطلب أنه تطبق الاتفاقية هذه الاتفاقية السداو لحتى يكون في ما يكون في تمييز بين المرأة والرجل بلبنان وتكون في مطالبه لحقوق المرأة بلبنان، يعني كل سيده، كل محامٍ، كل قاضٍ بيقدر ياخد قاضي بيقدر ياخد اتفاقية حقوق المرأة وينزلها بالمحكمة اللبنانية يعني يكون هو عم بي عم, عم بي ابداً ابداً صح شكرا لك المحاميه بالقانون الدولي باتريسيا الياس نحن رح نتلاقى معك بحلقه مقبله بيكون فيها الموضوع ايضا له علاقه ببند من بنود هذه الاتفاقيه مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم حلقتنا الاولى من برنامج المراه غض الاوطان نتلاقى ان الله بحلقه مقبله